لي واسمح استسمح الساده المشاهدين باش نرحبوا بضيفنا الثاني عبر تقنيه سكايب من تونس، سيد رفيق جراي الخبير المالي. ونسال سيد رفيق، سيد رفيق مساء النور، اهلا وسهلا بكم. مساء الخير، اسف لاسباب خارجه عن النطاق اخرت في الظهور، ومرحبا صار خير بكم. يصير خير. مش تعبي في المز في الليسانس والمازوت، مش تلهف ولا شيء؟ جيت نعبيه. صحيح ثم صعوبات في التزويد. للأسف اللي فيهم الدولة هي المورد الوحيد، المواد الكل مواد غذائية وإلا مواد طاقية وإلا مواد مختلفة تشهد اضطراب في التزود. المقاهي عندها مشكلة في التزود بالقهوة، معامل البسكويت عندها مشكلة في التزود بالسكر، معامل المشروبات الغازية عندها مشكلة في التزود بالسكر. المشكلة هيكلية في المؤسسات العمومية كل، المشكلة هيكلية في الدواوين. أنا المشكل اللي الدولة عندها ديفيسيت، عندها نقص في الميزانية، أثر النقص هذاك أثر مباشرة على الدواوين. كان نعم نجمو كان ناخذ المعطى من عند ديوان الحبوب مثال، نلقوا للدولة مطالبة باش تدفع لديوان الحبوب الدعم اللي ركبوا فيه على ظهر المواطن وهي مش قاعده تدفع فيه. هيك علاش ديوان الحبوب مسال للبنوك. اليوم يحزن كي نلقى للبنك الاوروبي لاعاده الاعمار يمول ديوان الحبوب 150 مليون 155 مليون يورو، 155 مليون يورو يمولها لنا. احنا ماناش خارجين من الحرب باش تعاود الاعمار بتاعنا، وال 155 مليون يورو ماهوش باش يصلح لنا الوضعيه بتاعنا. انا متاكد اللي راهو هالفردو اللي يقولون هالصندوق الاسود اللي هو صندوق الدعم اللي يركبوا عليه في اثام الناس الكل راهي كذبه كبيره وقدوه. حتى كان يتنحى الدعم بطبيعه الصحيح، مش الدعم المنفوخ بسوء التصرف وغياب الحوكمه وغياب لو فينونسمون التمويل. الدوله مش قاعده تدفع في الفلوس المطلوبه باش تدفعها. عندنا مشكله في لا سانتي في مثال في الليسانس على خاطر الدولة مش قاعدة تخلص في الاسان دي بي، الاسان دي بي مش قاعدة تخلص في السير. مشاكل لكل هيكلية ماهيش مشاكل ظرفية، نعم عندها حتى علاقة لا مباشرة والا ممكن اثرت شوية، اما ماشي هي السبب. لا حرب اوكرانيا لا كورونا لا حتى شيء. احنا عندنا مشكلة هيكلية في تونس اللي يلزم تتعاود البرمجية الكل نتاع تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية. احنا عندنا مشكلة في ديوان الزيت، عندنا مشكلة في ديوان التجارة، عندنا مشكلة في ديوان الحبوب، عندنا مشكلة في الستير ولا سان دي بي اللي يجيبوا في المحروقات، عندنا مشكلة خلينا في النقاط هذه. رفيق، قلت انه المشاكل الكبيرة الآن واضحة في المواد اللي الدولة هي المونوبول، هي الوحيدة توردهم، السكر، القهوة، القمح، والمحروقات. إيه إذا كان الأمر كذلك، لماذا رئيس الجمهورية عند استقبال وزير التجارة وزير الصناعة يتحدث على مرة أخرى على مشكلة التخزين والاحتكار؟ هل يستقيم الأمر؟ للأسف هو واحد من اثنين، يا إما عنده تحليل غلط وإلا يغلط في الناس، ما ثماش حاجة أخرى. أما في الحالتين رانا كي نبنيو على الاحتكار كما صار في البطاطا ولا صار في الحديد، راهو حتى كان موجود الاحتكار في السكر من ينجم يكون الاحتكار، اما في القهوه ما ثماش احتكار في القهوه، ثم شكون يحتكر في الليسانس اللي عندنا مشكله تو في الليسانس، الليسانس راهو يتبخر، كان تخزن ويتبخر، معناها مستحيل تنجم تكون مشكله نتاع احتكار ولا مضاربه. الدخان اللي تنتجه الدوله وتوزعه الدوله وفيه مشكله نتاع توزيع. عندنا دوله فاشله في التدخل الاقتصادي، كان في الشراء والا في التوزيع والا في المتابعه، على خاطر وزارة الفلاحة وزارة التجارة عندها مهمة أساسية قبل أن نخطو الاحتكار هي التعديل. ثم مجمعات مهنية مشتركة مثل في اللحوم وإلا في الخضر وإلا في البطاطا وإلا في الغلال، هذو مهمتها اللي وقت اللي تكون ثم ذروة نتاع إنتاج تاخذ السلعة وتخبيها، وقت اللي تكون ثم ندرة نتاع إنتاج تعاود تضخ في السوق. هذاك دور الدواوين، هو دور الديوان هو التعديل ليس إلا، مش ربحي هو. لا، دور الديوان هو مجعول باش يورد ويعاود يبيع. اما ثم مجامع مهنيه مشتركه موجوده في وزاره الفلاحه، موجوده نعم. في وزاره التجاره، موجوده في وزارات، هذا دورها هي التدخل والتعديل. المشكل الثاني اللي الدوله مش قاعده تقوم به
في 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 المجال هذا، اللي اليوم عندنا مشكله نتاع متابعه مسالك الانتاج. اليوم عندنا مشكله في الزبده في تونس، ما ثماش زبده، وثم مخاطر اللي في ظرف اسبوعين او ثلاثه اسابيع باش عندنا مشكله في الحليب. معناها هذوما مواد حياتيه ما تنجمش تعيش من غيرهم حتى دوله، اللي هذوما خرف من غير ما نحكيوا على تاثيرهم المباشر على طلب الطلبات المعيشيه، هذوما عندهم تاثير ثاني على المؤسسه الاقتصاديه. اليوم كما قلنا عندنا سناتي المؤسسه الاقتصاديه كتجم فاكتور. خليني